السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة هامة جدا، بتكلمنا عن شيء عزيز نادر في زماننا اللي هو إنصاف المخالف. تعالوا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ونقطف زهرة من بستان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كيف أنصف المخالف، ومن هو المخالف في حديث اليوم. تعالوا بينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عين سيدنا أبو هريرة إن هو يحرس مال الصدقة. فسيدنا أبو هريرة هو واقف يحرس مال الصدقة، وجد رجل، الرجل ده عايز يسرق البيت المال بتاع الصدقة، فأمسك به فأخذ يبكي لأبي هريرة رضي الله عنه، وبدأ يقول له يعني إن لي عيالا، يعني يا ريت تتركني وإنني لن أعود، وأقسم أنه لن يعود. طيب يجي النبي صلى الله عليه وسلم في ثاني يوم يقول له ما فعلت بضيفك البارحة؟ فيرد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ترجاني بأن له ما إلا أن له عيالا وأنه لن يعود. قال كذبك وسيعود. فيجي تاني يوم برضه نفس الشخص يحاول يسرق، فيمسكه يقول له أنا هسلمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له والله أنا لي عيال وعمري ما هاجي تاني. فالمهم يتركه سيدنا أبو هريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له وما فعلت بضيفك امبارحه، وبعدين يقول له كذبك وسيعود. في اليوم الثالث امسك به ابو هريره، كان برضه عايز يسرق من مال الصدقه، فامسك به ابو هريره قال له النهارده انا مش هسيبك، لازم اوديك للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له ايه؟ لو علمتك شيئا تتركني؟ قال له ماشي. ايه هو؟ قال اوصيك بوصيه، حين تأوي الى فراشك أن تقرأ آية الكرسي، فلا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. وصية جميلة أوي، إنك تقرأ آية إيه؟ الكرسي. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعلت بضيفك البارحة؟ فبدأ يحكي له. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك، ألا إن هذا من ده يا جماعة؟ ده إبليس. إيه ده؟ ده شيطان. طيب ايه يا رسول الله؟ قال صدقك. ازاي يا رسول الله؟ ازاي تقول ان ابليس بيصدق؟ ازاي تقول ان العدو اللي نفسه كلنا نخش النار تقول عليه صادق؟ يعني ده امر صعب قوي. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. مش عشان انت مختلف سياسيا مع شخص ما، او مختلف احيانا، والله بيختلفوا في تشجيع الكوره حتى، يبقى كل كلامه غلط، مختلف معاه في آرائه كل كلامه غلط. يا جماعة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اسمع الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول على إبليس صدق. يعني ناخد الوصية دي من إبليس؟ خدها. يعني تعمل إيه؟ قبل ما تنام اقرأ آية الكرسي، ربنا هيحفظك ومفيش أي شرط إنها تجيلك. صدقك وهو كذوب. انصاف المخالف في الاسلام حاجه جميله قوي. الامام احمد بن حنبل يعني من هو؟ احد الائمه وائمتنا الكبار، امام احمد بن حنبل والائمه الاربعه وشيخ الاسلام ابن تيميه، عمالقه يا جماعه، احنا بنتكلم عن عمالقه اثروا الفقه الاسلامي. المهم امام احمد بن حنبل كان بيجمع الاحاديث في مسند لامام احمد، فاحد التلاميذ كان في واحد بيكره الامام احمد، يعني مشهور انه بيكرهه. فكان من ضمن الحديث الشخص ده اللي بيكره الامام احمد. فقالوا يا امام، واحد من التلاميذ، انروي عنه يا امام؟ نروي عن الراجل اللي بيكرهك ده؟ فغضب امام احمد. قال وان لم نروي عنه فممن، يعني فنروي ممن؟ يعني هنروي من مين؟ انه رجل صالح، لكنه ابتلي بكراهيتنا. يا سلام على الجمال والحلاوه. ايه ده؟ امام احمد فهم؟ قال لك ده راجل كويس، نروي عنه، لو ما رويناش عنه هيروي من مين؟ انصاف المخالف. هو بيكرهنا، تمام، لكنه رجل صالح. فحتى ابليس في الحديث صدق وهو كذوب، هو على طول بيكذب طبعا، لكن هو بدي صدقة. يعني اخد حكمة من ابليس، اخد حاجة في الدين من ابليس. يا باشا الحكمة
ضالة المؤمن. تدور دايما على الحكمة، ممكن تيجي من الأعداء. يبقى لازم ندي المخالف نكون منصفين وعادلين كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده كشخص هتقوم وتكلم الناس لازم تبقى منصف علشان تاخد المصداقية بتاعك كشخص بتقدم عروض وبتكلم الناس، لأن ده أمر هام جدا. حدثنا النهاردة عن من كان في بطن الحوت وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سؤال حلقة النهاردة: من كان في بطن الحوت وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.